والعمل يا جماعه هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ لا طبعا مش هنسكت. طب وهنعمل ايه؟ هندور على اي دليل ممكن يثبت براءه ادهم. هندور عليه فين؟ دي مهمه البوليس وهم احرف مننا فيها. هم احرف مننا لكن ما عندهمش المعلومات اللي عندنا بحكم قربنا من ادهم واهله. حلو قوي الكلام ده، بس اكيد يا جماعه كلنا متراقبين وده هيصعب حركتنا. اطمن يا كريم ان شاء الله هتتدبر. المهم دلوقتي نبدا ندور على اول الخيط اللي هيوصلنا لادهم ودليل براءته. يا باشا ما تقلقش معليك. لا 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 الموضوع ده منتهي تماما. طبعا بص معليك، الورق ده كله عند محمود بيشمس على مكتبه وهيجيب الواد ده، هيجيب الواد ده ما تقلقش. تمام معليك. سلام يا باشا. مع السلامة. يا سهام، سهام خرجت الساعة كام؟ مش فاكرة بالظبط بس خرجت بدري. ما قالت فيكي شرحة فين؟ لا ما قالتش. طب روحي عند سيدة. يا ترى هتكون راحت فين؟ معقولة تكون راحت للعيادة؟ يبقى لازم البس عليهم. لا 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 سيف. اهدى. كل حاجة هتبان لسه واحدة واحدة. كنت فين؟ كنت عند الدكتور. ما كنتيش بترد على تليفونك ليه وانت عند الدكتور؟ انا اصلا كنت ناسي الموبايل بتاعي هنا. واي دكتور اللي كنت عنده؟ دكتور امراض البطنه. مش هقولك بقى حاولني على فين. يا فزوره. ايه يا سيف، حاولني على دكتور امراض النساء. المفاجاه بقى دكتور امراض النساء قال لي ايه؟ سهام انا على اخري. كنت يا دكتور بتعملي ايه؟ سيف الدكتور قال لي ان انا حامل. ازاي؟ ازاي ايه؟ بقول لك انا حامل. وانا بقول لك ازاي؟ يا سيف انت اتجننت؟ حامل مين؟ من مين ده ايه؟ لا طبيعي. رد عليا يا بطنك دمي. سيف هيبقى عندنا ابن إيه؟ حرام عليك. مش مهم يكون عندي ابن. انت ايه؟ مش مهم اللي بطنك دمي مين. رد عليا. انت مجنون. انت مش طبيعي. انت عارف ان انا عارفين. اقعدي هنا. لا 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 انت كداب. الدكتور قال لك ممكن تغلط. انا ما بخلفش وانت عارف. دلوقتي اللي بطنك دمي رد عليا. هقتلك. لا لا انت مش حاجه بعيده عن ربنا. انت مفتري. انا مفتري؟ قولك ردي عليا. الواد ده ابن مين؟ رد. ردي. 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 الواد ده ابن مين؟ انت عارفه ان انا ما بخلفش. طيب مالك يا طط وشك قافل كده؟ يا ابني اضحك كده خلي ربنا يفكها عليك ولو ليوم واحد. معلش يا كيمو مزاجي مقرف شويه اليومين دول. اليومين دول؟ يا ابني من يوم ما عرفتك وانت قتل. انا مش عارف انا مصاحبك ليه اساسا. خد بقى يا سيدي ولع السيجاره دي وهتروق. انا قلت لك ما بشربش يا معلم. يا عم احسن وفرت اهو شاحن حتى اليومين دول من السوق. اهو انت خليك كده. مالكش غير في السيجارتين والنفسين. والناس غيرك مش لاقي حتى. حق ارغي في العيش. ايه يا عم الجو ده؟ كل واحد يا عم بياخد رزقه. طالما احنا في الامان بيس يا مان. امان؟ متهيألك. محدش فينا عايش في الامان خالص. انا كنت زيك كده ضايع. ما كنتش حاسس باي حاجه. لا يا راجل كنت بتشرب حشيش؟ انا كنت بشرب اللي قلع من الحشيش. اوعى كنت اتضربت بالحقن. انا اتضربت بالحب. حب؟ عارف يا كيمو؟ أنا كنت عايش في حلم جميل خلق جوايا موهبة الشعر وما كنتش بكتب غير على أي حاجة غير الحب بس. كانت أحلى حاجة في حياتي بس للأسف
صحيت في الاخر على كابوس، كابوس فظيع. يا ساتر يا رب. خير؟ مفيش، حبيبتي سابتني وراحت اتجوزت واحد غني. اليوم ده بس حسيت ان انا فقير وضعيف، ضعيف قوي. اكتئبت بعدها، قلت لازم افوق وابقى قوي، وبطلت اكتف في الحب واتجهت للسياسه. مره واحده كده اكتشفت اكيمو ان السياسه هي اساس كل حاجه، هي اللي ضيعت مني حياتي، هي اللي خلتني فقير. لو السياسه صح كنت لقيت شغل واتجوزت، ما كانتش ضاعت مني. شفت اكيمو؟ لفه طويله، بس هي دي الحقيقه، هي السياسه اساس كل حاجه في حياتنا. تصدق ان انا جسمي اشعر من كلامك ده يا طاهر؟ انت على اساس انك بتحس؟ يا ابني ما تحكمش على الناس بالمظاهر. انا واحد من الناس اللي بحب اضحك وهزر عشان اداري همومي. صدقني انا نفسي اتغير. تتغير ليه يا معلم؟ انت زي الفل، هو نفسين وسجارتين. الفل دبلان ملوش ريحه. اخيرا عرفت حياتك. تفكرني يا ابني مش عارف حياتي؟ انا عارف كل حاجه، بس مع الاسف مش لاقي دافع ولا حافز يخلينا ان انا اتغير. ياه، انت طلعت ضلمه يا كيمو. بس بقول لك ايه، هدول يومين بنقضيهم لحد ما الواحد يموت. يا ساتر يا رب، ما تفولش في وشي، موت لوحدك. بقول لك ايه، فكك بقى من الجو الكآبه ده، وتعالى بقى افرجك على ايه سايت بيعمل ابلود لافلام ثقافيه، انما ايه عنب او مراهق. افلام ثقافيه؟ تفاهتك يا اخي. تفاهتي؟ على الاقل نشوف حاجه طريه بدل ما انا قاعد قدام وشك العكر ده. وبالنسبه لصوره التغيير اللي كنت عايز تغيرها في نفسك دي، هتغيرها امتى بقى باذن الله؟ يا سيدي نغيرها بكره. على رايك. مش مشكله. طيب خليك انت في افلامك الثقافيه بقى، وانا هقوم في بيت شعر كده جاي في دماغي، هقوم اكتبه. الاقي عندك ورقه وقلم؟ لا الحقيقه ما بستخدمش الحاجات دي خالص. طبعا هتعامل اكيد، انا الاقيه في اي حته. خش دور. يلا يا اخويا اعمل لي فيها ابن المقفع. قلت لك انا حاضر، لسه سالف موضوع ادم، مش حاضر اعمل لك حاجه يا علي. حضرتك احنا كده بنغلط غلط كبير وبنسيب الحياه تفلت من ايدين عشان نطيع الاوامر طاعه عميه. امال يعني عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اسمع كلامك عشان يسحبوا الترخيص ويقفلوا الجورنان؟ والله انا عندي ننشر الحقيقه ونقفل بعدها احسن ما نفضل فاتحين لتضليل الراي العام والكذب عليه. دي مش رسالتنا يا استاذ. انت هتعلميني شغلي ولا ايه؟ انا اسفه، انا بس بفكر حضرتك وجل من لا يسهو. ما تفكرنيش، اتفضلي. جه المتسرع صحيح. نونو يا حبيبتي، هتفضلي تعيطي كده على طول؟ ضميري بيأنبني قوي يا ماما. انت مالكيش ذنب يا حبيبتي في حاجه، وانت عملتي له حاجه، بعدين احنا عملنا اللي علينا والباقي مش بايدينا. يا بنتي خلي عندك ثقه في الرب. ترى يا ادم عامل ايه دلوقتي؟ جعان عطشان، لقيت مكان امان ولا بتجري في الشوارع عمال تستخبى من كل حد؟ يا بنتي اطمني، طالما ما جاش خبر بالقبض عليه هيبقى عايش وبخير وفي حته امان. احنا لازم نلاقيه يا بابا، لازم نلاقيه ونساعده باي طريقه. طبعا يا بنتي، بس هنلاقيه ازاي؟ هو اكيد اتصل باهله يطمنهم عليه صح؟ احتمال برضه يا حبيبتي. خلاص يبقى انا لازم اروح ازورهم واطمن عليهم واعرف مكانه. متعقلي يا حبيبتي، احنا مصدقه انك خرجتي من دايره الخطر. دايره الخطر دي انا اللي كنت فيها ودخلت ادم معايا، وبعد ما ورطته اسيبه فيها لوحده؟ يا ولع يعني. لا 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 طبعا يا بنتي، بس انت يعني هتروحي تعملي هناك ايه عندهم؟ اسال عليهم، ده ابسط حقوقهم عليا. مش كفايه حرمتهم من ابنهم وضيعت مستقبلهم؟ يا بابا عشان خاطري ما تمنعنيش ان احاول اكفر عن ذنبي باي طريق. روحي يا بنتي، ربنا معاك. معقول اللي انا شايفه ده؟ طاهر، ولا طاهر انت يا زفت؟ في ايه في ايه مالك في ايه؟ بص، مش ده الراجل الامريكاني اللي قتله ادم؟ هو بس يخلق من شاب 40. 40 ايه يا ابني؟ هو ده، انا متاكد ان هو الراجل. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه خطير جدا. الحمد لله بعد ما وقفنا النزيف بقت كويسه، بس للاسف فقدت الجنين. الحمد لله على كل حال يا دكتور. هي وقعت ازاي؟ زحلقت على السلم فوقعت. بعد اذنك. Thank you.
هي في حياتك يا مدام. انت اللي جابك هنا. اخرج بره بقى، اخرج بره. حاضر هخرج بره، بس انا ناوي اخرج بره بقى من حياتك كلها، لان ناوي اطلقك عشان ما عنديش استعداد اكمل حياتي مع واحده كانت بتخوني. ومع مين؟ مع صاحبي وحامل منه. انت مش ممكن تكون طبيعي، انت مجنون اكيد، انت مريض. ما هو طبيعي طبعا، لازم تصيطيني وتقول عليا مجنون، لانك مش ممكن هتعترفي بخيانتك وهو سخطك. بس انا بقى عارف كل حاجه، عارف ان انتوا كنتوا بتتقابلوا في العياده من ورايا، ده غير المره اللي قفشتك فيها. تنكري ان رقم تليفونه لسه على موبايلك؟ ايوه، عشان صاحبك. صاحبي ولا صاحبك يا واطيه؟ اخرس بقى، اخرس اخرس اخرس، لان خلاص انت ما بقيتيش تلزميني اصلا. ورقه طلاقك هتوصلك اول ما هتخرجي من هنا، لاني مش هينفع اكمل حياتي معاكي. عارفه ليه؟ لان راجل متربي ونضيف، مش واخد على الوساخة. تفو. نكتب ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا يا قمر، عارفين هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، اغسل ايديا واغير هدومي والبس البيجامة والشبشب يا بابا. شاطرة يا حبيب قلب بابا. يلا بسرعة عشان نتعشى، يلا. منال، يا منال، منال، في ايه يا حبيبي الهوليلة اللي انت عاملها دي؟ ايه اللي انت عاملها في منظرك ده؟ مفيش، كنت زهقانة فقلت اعمل حمام كريم. حمام كريم؟ هو ده بس اللي انت فاضيه له ومركزه فيه؟ مالك يا هشام، انت عايز تضرب خناقه وخلاص؟ لا مش عاوز اتنايل اضرب خناقه. امال في ايه؟ بنتك يا هانم. مالها هايدي؟ المدرسه بتاعتها كلمتني واشتكت لي ان البنت انطوائيه وخجوله وما بتتكلمش مع حد ولا بتلعب مع العيال في المدرسه. تاني انا مش فاهمه الست دي عايزه ايه، دايما كده عامله من الحبه قبه. يعني قالت لك قبل كده؟ اه قالت لي، بس ما ركزتش يعني، عشان انا عارفه ان بنتنا بتتكسف حبتين. في فرق كبير قوي ما بين الكسوف والانطوائيه يا هانم. يعني عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ لازم نعرف السبب، والا البنت هتطلع مش طبيعيه ويبقى عندها خلل في التعامل مع الناس. عادي يعني، ما كلنا كنا بنتكسف واحنا صغيرين. بقول لك المدرسه هي اللي قالت لي، يعني مش عادي، ده شيء ملحوظ جدا لدرجه انها لاحظت وكلمتني قالت لي. والله كله بسببك بقى. بسبب انا؟ ليه؟ علشان حضرتك استخسرت تدخلها حضانه كويسه ودخلتها حضانه على قد الايد. على فكره بقى، الحضانه اللي هي فيها كويسه، انت اللي ام مش كويسه. انا مش كويسه يا هشام؟ ايوه، وسطحيه وتافهه وجهله كمان. انا سطحيه وتافهه؟ دي حاجه ما كانتش هتفرق. ايه يا حبيبتي؟ ايه روحي، مالك يا قلبي؟ مالك؟ انا خايفه يا طول كده بتتغلقوا. معلش يا حبيبتي، معلش، احنا ما كناش بنتخانق ولا حاجة يا قلبي، احنا انت عارفة، بس مامي وبابي صوتهم عالي قوي. معلش يا حبيبتي، حقك عليا يا بنتي، حقك عليا يا حبيبتي. والنبي ما تعيط، والنبي يا حبيبتي ما تعيط، انا ما اقدرش على اللولي ده. من لله يا منال، بس حبيبتي، بس يا قلبي، بس يا قلبي. وحشيني قوي يا ادم، وحشيني قوي يا ابن عمري. عامل ايه يا ضنايا؟ الحمد لله تمام، وانت كمان وحشاني يعني. وحشتوني كلكم. خلاص يا ست صبره، اطمنت على ابنك حبيبك وبخير اهو. يا رب زيح من علينا الغمه دي بقى، وما نتحرمش من حضنك ابدا يا اخويا. ده احنا هنموت عليك يا ادم، اشمعنى انت اللي يحصل معاك كده يا اخويا؟ عشان اخوك راجل يا بط. وحشتني قوي قوي يا ادم، مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله يا حبيبي ان انا اطمنت عليك قبل ما اموت. موت ياما، بس ما تشر عليك، ما تقوليش كده. شر عنك يا ضنايا. شفتوا بقى، لولا شغلي مع لولوس ما كناش شفنا ادم. لولوس ايه؟ وده وقته الرقاصه دي. الرقاصه دي بعدين، يوم الفرح. انا جايبكم النهارده يا جماعه علشان اعرفكم على ناس افاضل كمل.
ناس بحبهم قد عيون الاتنين. الحاج عوضين ابنه عوض، الحاجه ام البرين. اهلا بيك يا حاجه، خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا اخويا، اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالامرايا صفحه. ما شاء الله ذوقك حلو قوي يا عامر. ده بس من ذوقك انت يا ست الكل. يا اختي ما شاء الله عليكي. وانت ادم طمنا عليك، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. هنا احسن حاجه في الناس ان هما بيعاملوا الواحد باللي بيشوفوه منه مش باللي بيسمعوه عنه. المهم انت عامل ايه؟ وحشنا قوي يا يحيى، وحشنا قوي. يلا واخد بالك من امك واخواتك ولا لا؟ عيب عليك، ده انا اخو ادم عبد الحي. انا خايفه قوي يا ادم، خايفه يكون حد مراقبنا واحنا جايين على هنا. هتقلقيه ليه بس يما؟ ما احنا واخدين حذرنا ولفين مصر كلها على ما نيجي هنا. يقدر حد يهوب ناحيه المزرعه هنا؟ انا عندي رجاله هنا تاكل الزلط. طبعا يا باشمهندس، ده احنا نفديك برجابينا انت والاستاذ ادم. سمعتوا رجابينا دي؟ ادم ادم انت هتفضل قاعد كده ولا ايه؟ ما تخش تقول الموضوع بتاعي. طب يا حاج، احنا عارفين ان انتوا عيله محترمه وبنت حلال، ويشرفنا يعني ان خالي عامر يطلب ايد بنتكم. مش مهندس عامر راجل جدع، وانا يشرفنا نديله بنتي. يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. توكلنا على الله. توكلنا. اقرا صفحه. اقرا صبر اختي. عارف يا كيمو، لو ربنا كرمنا في الموضوع ده هيفرق مع ادم كتير قوي. يا ابني ان شاء الله هتبقى اتحلت اساسا يا رب. طاهر كريم. عليا كويس ان احنا لقيناك. ندور عليك. ايه في ايه؟ شكلنا كده قربنا من دليل براءة ادم. انا اعتقد ان احنا لقينا الدليل نفسه. فهموني ايه الحكايه؟ عايزه تشوفي الدليل؟ ايوه طبعا. طب يلا بينا على مكتبي. يلا بسرعه. ست ام ادم ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازيك انت يا فاروق؟ ما تمرنيش باي حاجه. ربنا يخليك كتر خيرك. الحمد لله على سلامتك يا هنا، وبركه انك خرجتي بالسلامه. الله يسلمك يا بطه. ها طمنيني على ادم، مفيش اخبار عنه؟ اطمني، ادم بخير والحمد لله. طب انت تعرفي مكانه؟ ها بصراحه هو فين؟ مش هينفع اقول لك. ايه يا بطه، انت مخوناني ولا ايه؟ ولا خايفه اروح ابلغ عنه واخد المكافاه؟ طبعا لا، انا عارفه انك اكتر واحده بتخافي عليه وبتتمني له الخير حتى يمكن اكتر مننا، بس انا حلفة على المصحف وما ينفعش اقول لاي حد مهما كان. حتى انا يا بطه؟ معلش يا هنا، ده اامل لك واامل له. ماشي يا بطه، بس خليكي فاكره هنا. خلاص بقى انا هقول لك، بس وحياه ابوكي ما تجيبي سيره لاي جنس مخلوق. والله العظيم ما هقول لحد خالص، وينقطع لساني لو جبت سيره لحد. ادم في المزرعه اللي بيشتغل فيها خالي عامر. طب يلا نروح له. نروح له؟ ما ينفعش طبعا، عشان انا اكيد متراقبه. طب انتي قولي لي مكان المزرعه وانا هروح له. هنا ما تندمنيش ان انا قلت لك مكانه، وكفايه ان انا طمنتك عليه زي ما انتي كنت عايزه. كتر خيرك يا بطه، بس انا مش هيهدى لي بال غير لما اشوفه بعينيا واطمن عليه بنفسي. انتي متاكده يا عليا ان انتي عايزه تشوفي الدليل؟ في يا كريم مالك، ما تنجز. اصل بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وانتي وطاهر نقعد نتفرج على حاجه شبه كده. لا وكمان فين؟ في الجرنان. بقول لكم انتوا الاثنين هتوروني اللي جايين توريهولي ولا اسيبكم واقوم امشي؟ خلاص خلاص، بس انتي المسؤوله. خلاص يا كريم وريني. اتفرجها. يا نهار اسود، قله الادب اللي انتوا بتوروها لي دي. انتوا الاثنين اصلا مش محترمين، وانا غلطانه ان قاعده مع اثنين مراهقين زيكم. ايه يا هبله؟ عضي ده الامريكي اللي قتله ادم. ايه ده هو بجد ولا انتوا بتهزروا؟ بعينه وشحمه ولحم. ومين اللي معاه دي؟ واضح انه مريض وكان بيجيب ستات يصورهم من غير ما يعرفوا، واكيد دي واحده منهم. معنى كده ان في فيديوهات تانية لناس تانية؟ اكيد، انا قلت كده برضه. طيب وانتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ انا جبته من على النت، في حد عمل له ابلود. طب وما عرفتوش مين الحد ده؟ ده اكيد الحرامي اللي سرق الحوار ده او حد تبعه. صدقني تفكيرك شبه تفكيرنا، انا وطاهر فكرنا كده برضه. بصوا بقى ركزوا معايا، احنا لازم دلوقتي بأي طريقة نوصل للي نزل الفيديو ده على النت، لأن ده أول الخيط لبراءة آدم. حصل، وطاهر بينفذ وفي خلال ساعات هنجيبه. برافو عليكم، انتوا كده بتفكروا صح. طاهر هتعرف تجيب الأي بي أدرس؟ إن شاء الله هجيب أمه لبراءة آدم عبد الحي. ما تلاقيش الواد طاهر ده جامد قوي، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بينا، فاهمة؟ لغاية لما نلاقي الراجل. ما تقلقش، دي مسألة حياة أو موت، وأظن يعني إن حياة بريء زي آدم تهمنا كلنا. معقولة يا هنا قلتي لابوكي كده وشنعتي على نفسك وعلى ادم عشان توقفي جوازك من الديسي؟
اعمل ايه بس يا خالتي؟ ما كانش في قدامي غير كده عشان احافظ على حبي لآدم. للدرجه دي بتحبيه هنا؟ ما كنتش عارف اني بحبه كده لانه بيجري في دمي. انا وآدم تربينا سوا، كنا بنلعب سوا ونتخانق سوا. انا وآدم واحد، ما ينفعش ان اسمه نصين. يا بخت آدم بحبك ليه. طب وانت جايه لنا كده ومش خايفه من ابوكي؟ ابويا راح يجيب حاجات للمحل، وانا انتهزت الفرصه بقى عشان اجي اقعد معاكم شويه، اصلكم وحشتوني قوي. والله وانت كمان وحشتينا قوي، وانت لما كنت في المستشفى كنت بدعي لك. انا مش عايزه اقول لك غلاوتك عندي قد ايه، زي بطه وساميه بالظبط. لا يكون ابوكي رجع وعارف انك عندنا وجاي يتخانق معانا. تعالي خبيكي في اوضه ادم. تعالي تعالي. خير يا رب، خير، اللهم اجعله خير. قوم يا سامية يا بنت شوفي مين بيخبط. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل الحاجة صبرا والدة ادم؟ مين حضرتك؟ انا اسمي نانسي جورج وجاية اقابلها في موضوع بخصوص ادم. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. مساء الخير، حضرتك الحاجة صبرا والدة آدم؟ أيوة يا بنتي، اتفضلي. خير؟ أنا البنت اللي ابنك حماها ودافع عنها تورط في المشاكل دي كلها بسببها. أنا من زمان وأنا عايزة أجيلك بس الظروف ما كانتش مساعداني. أنت جاية هنا عايزة إيه؟ مش كفاية بسببك خربت حياتنا؟ اهدي يا هنا، دي مهما كان دافع عندنا يا بنتي. انتي هنا، انا من زمان وانا عايزه اشوفك برضو. وانا كمان من زمان عايزه اشوفك عشان احاسبك على اللي عملتيه فينا. انا ما عملتلكيش حاجه، انا اتحطيت في الظروف دي غصب عني، انا كمان ضحيه زيك صدقيني. بس انا مش هسيب ادم، انا هفضل معايا مش هتخلى عنه، هشهد بالحقيقه وهفضل معاه لغايه اخر لحظه في عمري. يا ريته ما كان شايفك ولا عارفك ولا اللي حصل حصل، اهو ضاع مستقبله وضيعنا معاه. انا مقدره مشاعرك بس عشان خاطري، عشان خاطر آدم حاولي يبقى عندك أمل وفكري معايا نساعده إزاي. وإحنا يا بنتي بس في إيدينا إيه نعمله؟ إحنا ناس غلابة وعلى قدنا. ما تقوليش كده يا حاجة، لو عوزتوا أي حاجة أنا عناية ليكم. أنا أسفة، حقك عليا يا حاجة، حقك عليا هنا، أنا أسفة، حقكم عليا كلكم يا جماعة. وجاي لحد هنا برجليك؟ ايه؟ مستعجل قوي على موتك؟ موتي؟ في ايه يا سيف ولا عملت لك ايه؟ لا شيخ، ملاك يا ولا ملاك، برافو، انت شطان، وشرف امي امير، وشرف امي، لا خليكوا عبره لكل الناس. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش بس اتجننت، انت كمان ما بقاش عندك ذره ثقه لا في نفسك ولا في مراتك ولا في جنس مخلوق. انت اتجننت فعلا. فعلا انا خلاص اتجننت، واي مجنون لازم يدخل مستشفى المجانين عشان لا مؤاخذه يخللكم الجو. يخللنا الجو يا ابني؟ عيب دي مراتك. لا يا بطل، بطل لف ودوران، مش على سيف الحديدي يا وسخ. أنا عرفت كل اللي بينك وبين مراتي، والجديد عرفت إن هي حامل منك عشان أنا ما بخلفش. اللي أنت بتقوله ده كله كدب يا سيف، كدب. ولا حرف من اللي أنت قلته ليه أساس من الصحة. أنت أكتر بني آدم في الدنيا عارف إن مفيش بيني وبين سهام غير كل احترام. تقدر تقول لي كانت بيجيلك العيادة من ورايا ليه؟ عشان كانت تعبانة، كانت تعبانة يا سيف، كانت تعبانة. مراتك كانت بتشرب حشيش بسببك، ضغطك المتواصل عليها ليل نهار خلاها تدور على اي حاجه تخرج من خلالها الكبت اللي كان عندها. وجات لي عياده عشان اساعدها، وجات لي العياده لاني دكتور نفساني يا سيف مش صاحب كباريه. وجات لي العياده انا بالذات مش اي دكتور تاني. عارف ليه؟ عشان مراتك ست محترمه ما حبتش تخرج اسرار البيت لاي دكتور تاني غريب. راو، المفروض ان انا اصدق الكذبه اللي انت بتقولها دي مش كده؟ وشرف امي اللي قتلك انت وهي. لا مش هقتلكوا لان الموت هيبقى راحه ليكوا، هسيبكوا عايشين كده على
هحبيكوا، هخليكوا تتمنوا الموت كل لحظة. الأول الحمد لله انت كويسه دلوقتي وممكن تخرجي النهارده لو حابه. الحمد لله يا دكتور، بس كنت عايزه اعرف عملتوا ايه في الجنين؟ محفوظ عندنا. انت من فضلك عايزه عينه منه. عينه ليه؟ عايزه اعمل تحليل دي ان ايه. بس التحليل ده لوحده هيكلفك 3000 جنيه. يكلفني زي ما يكلفني، التحليل ده متوقف على حياتي وشرفي وكرامتي. على فكرة أنا مش جايلك النهاردة بصفتي ظابط. وإلا ما كنتش جيتلك هنا، كنت جبتك عندي. أمال حضرتك جاي بصفتك إيه؟ بصفتي إنسان حريص على تحقيق العدالة. ممكن أعرف حضرتك عايز إيه بالظبط؟ صراحة كده أنا عندي يقين إن في علاقة ما بينك وما بين آدم عبد الحي، وإنك عارفة مكانه فين. أنا؟ لا طبعاً أنا معرفوش ومعرفش عنه أي حاجة. تعرفي بدليل إنك أنتي روحتي زرتي أهله وقعدتي عندهم أكتر من ساعة، ما تعرفيوش؟ بصي يا نانسي، أنا عاوزك تطمني، أنا مش ضده خالص، بالعكس قسما بجلال الله وحياة بنتي أنا عاوز أساعده وحاسس ببراءته. أوكي، بس لو حضرتك بقى فعلا نواياك حسن ما كنتش راقبتني. ما تنسيش إن أنا ضابط شرطة ومهمتي إن أعرف الحقيقة، وبعدين لو أنا نيتي سيئة ما كنتش كلمتك بالطريقة دي، دي كانت هتبقى طريقة تانية خالص ومش هنا. بصي أنا بعد ما أخرج من هنا هتسألي نفسك وتقولي الراجل ده جه هنا ليه وكان عايز ايه، وبما انك متعلمة ومثقفة مش هتلاقي غير اجابة واحدة بس، ان انا بجد عاوز اساعده وبجد مؤمن ببراءته، وكمان يا ريت تقنعيه انه يسلم نفسه عشان نقدر نحقق معاه وننقذه، لان من غير تحقيق مش هنقدر نعمل له اي حاجة. بصي ده الكارت بتاعي، لو عرفتي اي حاجه عن ادم هيساعدني قوي لو كلمتيني. اوكي هكلمك. يعني تعرفي مبروك يا خال، انا فرحان قوي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت فرحان. عقبال ليلتك يا ادم يا رب. ليلتي؟ والله يا خال كده شكلها مش باين لها ليله. انا حاسس ان انا عايش في ليل طويل مش باين له نهار. لا ما تخافش، النهار هيطلع وهتبقى زي الفل ان شاء الله. تعرف خال الزرع ده؟ اه. الزرع ده كله احسن من البني ادمين. ليه؟ عشان ما بيظلمش. الناس كلها بتقول عليا قاتل ومجرم لدرجه اني بدات اصدق محدش فيهم يعرف اي حاجه عن الحقيقه، وكله بيتكلم. حلو قوي المكان ده، كان نفسي اعيش في مكان زي ده انا وهنا. ان شاء الله لو في حته بيت من الطين، بس اهم حاجه نبعد عن المدينه، المدينه اللي ما بتعرفش الرحمه. ما تخافش يا ابني، ما تقلقش قوي كده، ان شاء الله هتبقى زي الفل.
وربنا هيفك زنقتك وهتبقى فل قوي 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 يا رب. بقولك ايه، تشرب شيح بابوني؟ شيح بابوني طول النهار هيطلع. يا اهلا وسهلا يا اهلا، اي خدمة؟ في الحقيقة في واحد كده اسمه مرعي جه هنا عندك كده وبعلك هارد كده بالغلط يعني، وبصراحة احنا كنا عايزين نرجع لك الفلوس اللي انت دفعتها فيه وعايزينه. ويا ترى بقى عايزينه فاضي ولا مليان؟ يعني ايه؟ يعني انتوا فاهميني كويس، ده انا بدور عليكم من زمان عشان اخد حق سكوتي على الجريمة اللي انتوا ارتكبتوها. انت شفت شفت؟ ده انا شفت وسمعت وطمعت لما شفت المسروقات والساعات واللازم منه. بس ارجوك بلاش فضايحنا، يبقى تسمعوا الكلام عشان تاخدوا الهارد وتعيشوا في سلام. طلباتك 100,000 جنيه. ايه انت بتقول ايه؟ بس ده رقم كبير قوي. مش كبير ولا حاجه، ده انتوا سرقتوا وتسطرتوا على قاتل، ودي فيها بالقليلة 10 سنين لكل واحد فيكو. ده لو سبتت علينا التهم. لا من ناحية دي ما تقلقش، الفيديو اللي عندي هيخليها تثبت عليكو بغيرها. ها فكروا كده وقلبوها في دماغكو يا غاليين، وانا تحت امركو. ماشي، ادينا فرصة بس ندبر لك المبلغ وحنتصل بيك.